ان احنا رايحين النهارده في المحاضره هناخد اللوكال اكتين دراجز. طبعا لوكالي بالنسبه للدنتستري اوف توب الاسنان هو الفم، يعني هي موضعيه في الفم، متقسمه لحاجات كتير. في الانتيسبتيك اول حاجه اللي هي المواد المطهره. الانتيسبتيك هي ايجنتس او مواد بتستخدم على تشو حي، نسيج حي. نسيج حي يعني ايه؟ يعني مش على الطاوله او على الادوات اللي بيستخدمها دكتور الأسنان، لا، على إيد الدكتور ذات نفسه. such a dentist hands to inhibit the bacteria growth. ليه بيحطها على إيده؟ علشان تمنع نمو البكتيريا وتقتل أي بكتيريا على إيده، بحيث إن هو لما يجي يشتغل على بق العيان ما ينقلوش أي مرض. بيقارنها بحاجة اسمها disinfectant. مش هتكلم هو على disinfectant بس، إيه، عشان يقول إن في agents، في مواد بتتحط على حاجات inanimate، يعني هي مش بتتحرك، حاجات مش حية. يعني هنا living tissue، ده نون ليفنت تيشو، خلاص، برضه عشان تقتل البكتيريا تحط على الاوبجكت. بعد كده خلاص هيرجع بقى يتكلم ويناقش فكره الانتيسبتكس، مش هيتكلم عن الديسانفكتنس، هنتكلم عن حاجات لوكالي، حاجات تحط في فم المريض. انتيسبتكس اكت از بروتوبلازميك بويزنس، يبقى هي سموم للبروتوبلازم. البروتوبلازم لو انا عندي السيل ممبرين، وجوه السيل ممبرين فيه نيوكليوس، ده كده اسمه سيتوبلازم. البروتوبلازم هو السيتوبلازم والنيوكليوس، ده اسمه بروتوبلازم. they destroy the protoplasm of the cell، يبقى بيقتلوا البروتوبلازم. السيل هنا مقصود بيها ايه؟ بتاعت الخليه البكتيريه. recently introduced antiseptics have a selective، يعني كان في انواع زمان قديمه بتقتل الخلايا بتاعت الجلد او بتاعت الانسان وتقتل كمان البكتيريا، لكن دلوقتي بقى في انواع selective مخصصه ان هي تقتل البكتيريا بس. greater effect on the protoplasm بتاع البكتيريا، تمام، عن الهوست سيل. الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم ايه؟ بيعملوا denaturation. كلمة denaturation يعني بيكسروا البروتينز اللي هي بتاعت البكتيريا، usually bactericidal، يعني هي البكتيريا في جزء منها مكون من البروتين. قلنا كلمة bactericidal في الانتيباتيك كانت معناها بيقتل، سايدل بيقتل وستاتيك بيوقف نمو. تعمل cell osmosis برضو لو دي كده البكتيريا، ودخلنا فيها مواد concentration تركيزها عالي، المواد دي بتسحب ميه، تقعد تسحب ميه لحد ما الميه تفوق قدره السيل ممبرين على التحمل، فيفرقع السيل ممبرين بتاع البكتيريا، يعني برضو بتقتل البكتيريا. تحليل بالاسموزس انهبت المايكرو اورجانيزم ميتابوليزم، بتقتل الميتابوليزم او ان البكتيريا تستفيد بالمواد الغذائيه مثلا الجلوكوز وكده وتكبر، فبتقتل العمليه دي جواها، فبالتالي البكتيريا ما تعرفش تكبر تموت. بعد كده بنتكلم على كلاسيفيكيشن. الانتيسبتكس ممكن تكون فيزيكال، يعني حاجات فيزيائيه زي البخار والاشعه الشمس والاشعه الالترا فايولت، الحاجات اللي بتعمل اوزموتيك بريشر، كل دي حاجات فيزيائيه ممكن ايه نشوفها او نمسكها. بينما في حاجات كيميكال ايجنتس، يعني هو مواد كيميائيه معينه تركيبها الكيميائي هو اللي بيساعد على قتل البكتيريا. الحاجات الفيزيائيه زي ايه؟ زي الحراره العاليه او البخار، البخار عالي الحراره، او الاشعاع زي الأشعة فوق اللي هي الألترا فايولت الفوق بنفسجية، أو السان لايت اللي هي أشعة الشمس بتقتل بكتيريا. سيرفيس أكتيف إيجنتس، يبقى حاجات بتتحط على السطح وتعمل إيه؟ تزيح البكتيريا، زي السوبس اللي هي المطهرات والصابون. سبستن اكسيرتن اوزموتيك بريشر، خلاص فهمنا فكرة الأوزموتيك بريشر، يبقى حاجات لازم يكون تركيزها عالي عشان تسحب مية وتفرقع البكتيريا، زي ايه؟ السكر او الاملاح السولت. الكيميكال ايجنتس السيلفر نايتريت الالكوهولز، دلوقتي في الفتره دي البانديميك اللي حاصل ده الناس بتستخدم الكوهولز كتير. ليه؟ الفكره اللي بيرش الالكوهول ده علشان هو بيقتل البكتيريا. كيميكال انتسبتيك، وفي كمان الفورمال دهايد، كلها السيلفر نايتريت الحاجات دي بتتحفظ، تمام. بعد كده ايه اليوزز؟ اليوزز اور انتيسبتكس ار يوزد ان دنتستري، بيستخدم في ايه بقى؟ كومبوننتس اوف ماوث ووشز اللي هي الغسول بتاع الفم، او معجون الاسنان، كمان بتستخدم از ديسانفكتنتس، تحط دايركتلي ديسانفكتنتس يعني بتمنع الانفكشن. ان ايد اوف ستيرلايزيشن اللي هو تعقيم المواد الطبيه اللي بيستخدمها طبيب الاسنان. فور سكين ميكوزر كلينزمنت prior to surgery، لو هو المريض داخل يعمل حشو عصب او يخلع ضرسه او حتى داخل يعمل عمليه جراحيه في الاسنان، بتستخدم لتطهير الجلد والميوكوز ممبرين من الاغشيه المخاطيه بتاعت الفم. بعد كده في بقى هيتكلم عن امثله
شهيرة للأنتيسبتكس. هو الكتاب تقسيمته مش حلوة، بس احنا يعني في الأول كده عايزين نقول أسامي الأنتيسبتكس اللي هيتكلم عليها. هيتكلم عن الهيدروجين بيروكسيد، تمام. احنا مهم ان احنا نقرأ رؤوس الأقلام قبل ما نقرأ الديتيلز. هيدروجين بيروكسيد، البوتاسيوم برومرجانيت، الألدهايدز والألكوهولز، هم دول الفور جروبس اللي هيتكلم عليهم، تمام. الألكوهولز، أول حاجة الهيدروجين بيروكسيد ده عبارة عن حاجة ملهاش لون ولا رائحة، سائل. طبعا هو مية الأكسجين، بيسموه مية الأكسجين. كبت بيتحط في أزايز غامقة ما يتعرضش لضوء الشمس، وكمان المكان يكون درجة حرارته ساقعة أو برد. ليه؟ علشان هو لو اتعرض لضوء شمس أو درجة حرارة عالية بينفصل الأكسجين عن المية. يعني الهيدروجين بيروكسيد ده مية أكسجين، الأكسجين متحد مع الماء كيميائيا، لو تعرض للميه للنور او الحراره بينفصل وبيفقد قيمته از antiseptic. ايه الفارماكولوجيكال اكشنز؟ هو بيشتغل ازاي بقى؟ اولا بيشتغل antiseptic، عشان كده هم بيتكلموا عليه هنا، بس هيعمل حاجات تانية غير الantiseptic. يعني هنعرف ان هو bleaching agent، بيبيض الاسنان وكمان بيوقف النزيف. بالنسبه للantiseptic بيعمل effervescence. effervescence يعني لما بيتحط بيعمل رغوه كده، والرغوه دي بتعالج ايه؟ الاكيوت جنجيفايتس اللي هو الالتهاب الحاد في اللثه، وكمان بتعالج الاكيوت ألسرتيف ستوماتايتس. وده بيكون الاكيوت ألسرتيف ستوماتايتس ده بيكون التهاب في الشفايف وفي البق من جوه، ومعاه قرح. وقلنا القرح دي ان جزء من الغشاء المبطن للفم يتشال ويحصل نزيف، تمام. فرق اكيوت عن كرونيك، المده الزمنيه، يعني هي حاجه حصلت بسرعه مش خدت فتره زمنيه طويله على بال ما تحصل. وهنا بيقول ان الهيدروجين بيروكسيد مش بس بيستخدم از انتيسبتيك، لا ده كمان بيبيض الاسنان وكمان بيوقف النزيف. هيمو يعني دم، ستاتيك يبقى بيوقف، زي ما كنا بنقول بكتيريو ستاتيك، يوقف نمو البكتيريا. بالنسبه للبليتشن ايجنتس بيغير الالوان اللي هي البيجمنتس، اللي هي مثلا الاصفرار او صبغات متراكمه على الاسنان، بيخليها كالرلس، بيشيل اللون خالص. باي كيميكال رياكشن، تفاعلات كيميائيه كده، بيمشي ايه الستينز اللي هي السوبرفيشال. يعني ايه سوبرفيشال؟ يعني مش تسوس مثلا عميق في السن، لا ده بيعالج بس الحاجات السطحيه. كمان هيموستاتيك، لما نزود التركيز بتاعه 25 30 بيعالج السيبج. السيبج اللي هو النزيف، مش نزيف، مش برفيوز بليدنج، لا نزيف بسيط during cavity preparation. النزيف اللي بيحصل والدكتور الاسنان بيحشي بيحفر التسوس وبيحشي الاسنان. Long usage causes hypertrophy of tongue papillae. احنا دلوقتي عندنا اللسان في حاجه اسمها بابيلي زي الموجوده في الانتستين، بس طبعا اصغر بكتير. البابيلي دي بتبقى فيها اللي هي براعم التذوق، وفيها ايه مصادر الاحساس بالالم وهكذا. فبيعمل هايبرتروفي، لما يحصل هايبرتروفي تضخم في البابيلي دي بتفقد وظيفتها، الاحساس بالطعام وهكذا، تمام. يبقى دي حاجه وحشه. البوتاسيوم برمرجانيت كده خلاص اتكلم عن الهيدروجين بيروكسيد، هنحط خط. هتكلم عن مادة تانية اسمها بوتاسيوم برمنجانيت، اسمها تاني كوندس كريستالز. دي عبارة عن دارك بيربل كريستالز، يبقى كريستالات باللون البنفسجي الغامق، كمان فيها لمعة الميتاليك لستر، which is soluble، بتدوب في المية، يبقى هي حبيبات بتدوب في الماء. بتشتغل از ايه؟ طبعا انتيسبتيك، لان احنا بنتكلم عن انتيسبتيكس، وكمان مزيلة للرائحة الكريهة في الفم. ازاي؟ بتعمل ليبريشن اوف اكسجين، بتحرر اكسجين، لان هي فيها ميتاليك سبستنس زي ما قلنا، ويحصل ميتاليك رياكشن للمغنيسيوم. المغنيسيوم ده يعتبر معدن، تمام. فبيتفاعل مع الاكسجين ويطلع اكسجين، فده بيعمل يشتغل از دي اودرنت. وكمان عنده ستينين بروبرتي، دي حاجه وحشه. يعني هنا كان من فوائد الهيدروجين بيروكسيد اللي هو بليتشن، بيخلي الحاجه كلرلس، لكن اللي بيصبغ ده التصبغات ما بتبقاش حلوه لو بنتكلم عن الاسنان. بعد كده بيستخدموه ازاي؟ بيستخدم غسول للفم لمعالجه التهاب الفم والفينسنس انفكشن. فينسنس انفكشن ده يعني في بكتيريا كده اسمها بوريلا فينسنسي وباسيلس فيوزيفورمس، دي بكتيريا بتعمل برضو التهاب في الفم، تمام. فهو بيعالج الالتهابات دي، ما بيستخدمش تبييض مثلا زي اللي فات او لوكال هيموستاتيك، لا. تمام. وبيريبليس الهيدروجين بيروكسيد في القصه دي، يعني هو افضل من الهيدروجين بيروكسيد از ان انتيسبتيك. امال الهيدروجين بيروكسيد بيستخدم بقى بليتشن وهيموستاتيك وهكذا.
المادة الثالثة من الانتيسبتكس اللي هي الالدهايدز اللي هي قبل الالكهول. الالدهايدز في منها نوعين، الفورمالدهايد والكلوترالدهايد. الفورمالدهايد ده نوع ضعيف، اضعف شوية من الكلوترالدهايد، بكتيريا سايد اللي بيقتل البكتيريا، مش بس البكتيريا كمان الفطر والفيروسات. دي انواع الميكروبس اللي عندنا. لما كنا بنتكلم في الانتي مايكروبيالز قلنا ان في 3 حاجات، البكتيريا والفطريات والفيروسات. بس هو كاتب ان هو سلو اكشن، الاكشن بتاعه ضعيف، بياخد وقت على بال ما يشتغل. السوبيريور، سوبيريور يعني اعلى واحسن من الفورمالدهايد از ديسانفكتنت، ان هو يقتل الميكروبس دي. بيشتغل ضد كل المايكرو اورجانيزم، حتى بيشتغل ضد حاجه اسمها بكتيريال سبورز. السبورز دي معناها ان في انواع من البكتيريا خلاص، زي مثلا التيتانوس او بكتيريا تانية بتعمل سبورز. السبورز معناها ان البكتيريا تدخل في قوقعه كده، thick wall. This thick wall inhibits ال environmental agents، يعني هي بتحمي نفسها ضد العوامل البيئيه زي الرطوبه او الحراره الشديده، بتحمي نفسها ان هي تموت. طول ما هي موجوده جوه السبور مفيش حاجه تقدر توصل لها. لقيوا ان الجلوتالدهايد ده بيخترق الوول، الجدار بتاع السبور، بيدخل جوه يقتل البكتيريا. أمثلة عليه البروفيدين بتركيز 1% بيستخدم لغسول في الفم، وبروفيدين أيضا. آخر نوع اللي هو الألكهول، زي ما الألكهول بنرشه على إيدينا، في أنواع بتستخدم داخل الفم، تمام، يبقى used for the skin أهو الأيام دي بنستخدمه على الجلد، ولكن ineffective when applied في الميكوزا، يعني هو في الجلد. الماوث دلوقتي عندنا ده كده اللبس، وده كده الاورال كافيتي، ودي كده اللبس. جزء من الفم اللي هو الشفايف، واول حته من الاورال كافيتي ده كده سكين، وطبعا الابر لبس واللور لبس. اول حته كده من الاورال كافيتي ده كده سكين. هو بيشتغل ضد السكين، ولكن لو كملنا بقى، لو كملنا الاورال كافيتي من جوه كده كده اورال ميكوزا، ما اشتغلش ضد الاورال ميكوزا، ineffective، غير فعال ضد الاورال ميكوزا. ما بيقتلش السبورز، يعني عكس هنا السبورز كانت بتتقتل، هنا ما بيقتلهاش. بيعمل انتي سبس ازاي؟ ديناتوريتد، قلنا ديناتوريتد والبرسبشن، يبقى بيقتل البروتينز، بيعمل لها ترسيب، وبيعمل لها تكسير كمان للبروتينات بتاعت البكتيريا اللي هي جزء من تكوين البكتيريا. خلاص يبقى كده خلاص خلص كلام عن حاجه اسمها انتيسبتكس. هنحط خط كده ونتكلم بقى على الدنتال كاريز اللي هو تسوس الاسنان. ازاي بيحصل تسوس الاسنان؟ بقايا الطعام، وغالبا الطعام ده بيبقى كربوهيدرات، لازم يبقى كربوهيدرات، زائد البكتيريا بتشتغل على الكربوهيدرات دي وتطلع احماض. من امثله الاحماض اشهر حاجه اللي هو لاكتيك اسيد، بتطلع لاكتيك اسيد. الاسيد ده حمض قوي جدا، فيبتدي ياثر على، يتفاعل مع الكالسيوم اللي هو بيغطي المينا بتاعت الاسنان، يتفاعل مع الكالسيوم يعمل دي مينراليزيشن. يعني ايه دي مينراليزيشن؟ مينرال اللي هي المعادن، اللي هي ايه جوه البق في ايه معادن، في الكالسيوم ده اشهر حاجه. دي مينراليزيشن يبقى هو بيكسر المعادن دي، بيكسر الكالسيوم اوف انيمال سيرفيس اللي هو بتاع المينا بتاعت الاسنان. المينا دي يعني قويه جدا، اقوى سطح في جسم الانسان هو المينا. اللاكتيك اسيد ده بقى من قوته بيكسر الانما دي. طيب البكتيريا دي امثله عليها ايه؟ الستريبتوكوكس ميوتنز، دي المين بكتيريا اللي بتسبب تسوس الاسنان، لان هي بتعمل لاكتيك اسيد اهو من الكربوهيدرات الموجوده في الاكل. بعد كده بدا يتكلم عن علاج التسوس ده هيكون ازاي. اول حاجه كلوروفيل، في كلوروفيل، وطبعا في انتيبيوتكس علشان البكتيريا ستريبتوكوكس ميوتنز، وفي السيلفر نايتريت والفلورايد. الفلورايد ده مشهور جدا في معجون الاسنان والماوث ووشز والحاجات دي. الكلوروفيل دي مجرد صبغه جرين كولر ماتر اوف بلانت، يبقى هي حاجه بتستخرج من النباتات، بيتم اضافتها على معجون الاسنان، وكمان في بودره كده بتحط على الاسنان. وظيفتها حماية، يعني هي سطح، يعني ايه، بتمثل حماية للسطح بتاع السن. خلاص بتحط كده ايه، حماية للسطح، تمنع تفاعل البكتيريا مع بواقي الطعام. طيب المضادات الحيوية بتقلل البكتيريا اللي موجودة اوريدي جوه البق. يعني هي الستريبتوكوكس ميوتنز دي جت منين؟ ما جاتش من بره الجسم، هي اوريدي موجودة في، تسمى كومنسلز. الكومنسلز دي بكتيريا موجودة في جسم الانسان متعايشة معاه،
بس ممكن ايه يعني هي مش آمنة، ممكن تنقلب ضد الإنسان وتعمل أمراض. الأمثلة على المضادات الحيوية دي البنسلين والستريبتوماسين. طبعا دلوقتي البنسلين يعني مش مفيد قوي، لأن خلاص البكتيريا بدأت تعمل ميوتيشنز، زي ما خدنا في الأنتيبيوتكس بدأت تعمل طفرات، وظهر إن في بنسلين ريزيستنت بكتيريا وبنسلين ريزيستنت بكتيريا، بيستخدموا دلوقتي أنواع تانية. الستريبتوماسين، السيلفر نايتريت ده بيتحط على الديسيدوس تيت، الديسيدوس تيت اللي هي البرايمري تيت، تمام. بيعمل ايه؟ بينظف، بينظف وبيشيل المواد اللي هي بتعمل بير وتسوس، ديكين ماتيريالز، خلاص. يبقى السيلفر نايتريت بينظف، الانتيبيوتكس بتقتل البكتيريا، كلوروفيل بيعمل حماية للسطح. الفلورايد ده بقى، الفلورايد بيشتغل بطريقة يعني معقدة أكتر من اللي فاتوا دول، في شوية كلام. الميكانيزم في أكشن بتاعه إيه؟ فكرة الفلورايد إن هو بيساعد على ترسيب الكالسيوم على سطح الأسنان، تمام؟ بيساعد على ترسيب الكالسيوم. الكالسيوم ده إحنا فهمنا إن الأسنان زي العظم كده، مهم فيها إيه؟ الكالسيوم. فلو جبت مادة ترسب لي كالسيوم، يبقى أنا كده محافظ على المينا بتاعة الأسنان. علشان كده التسوس عبارة عن إيه؟ عن تآكل الكالسيوم ده، تيجي البكتيريا تعمل ديمينرالايزيشن، تشيل الكالسيوم، تمام. دي الفكرة الأساسية بتاعة الفلورايد. ولكن من المضاعفات الجانبية إن بعض مستحضرات الفلورايد بتتاخد سيستميكلي، يعني بتتاخد عن طريق مثلا شراب وبتمتص وتروح للسيستميك سيركليشن، تروح للدم بتاع الجسم كله. فإحنا عرفنا امبارح في محاضرة امبارح إن الدم فيه نسبة كالسيوم لازم تكون موجودة علشان تساعد في الوظائف الأخرى بتاعة الجسم، زي انقباض عضلة القلب أو انقباض العضلات الحركية وهكذا. فالفلورايد هو وظيفته ايه؟ هو بيعمل ترسيب للكالسيوم. هو مش عارف بقى ان هو على الاسنان ولا جوه الدم، ملوش يعني ملوش علاقه هو فين، هو بيعمل ترسيب للكالسيوم. فلو دخل جوه الدم وعمل الترسيب للكالسيوم ده، اولا بيأثر على طبعا نسبه الكالسيوم الموجوده في الدم، وممكن كمان لو بيتاخد بصوره كرونيك، بيتاخد بصوره كرونيك، يعمل ترسيب للكالسيوم في العظم. فالإنسان ممكن يجيله كايفوزز، يعني يجيله الديفورميتي، تغير في شكل العمود الفقري، يحصل له أتب، أو يحصل له ترسب زوائد عظمية في حتت من إيه، من العظم، تمام. هنشوف الكلام ده مكتوب تحت، بس إحنا كده إيه، خدنا أوفر فيو عن الفلورايد. الميكانيزم في أكشن بتاعه إيه؟ بينهبت البكتيريا انزيمز، يعني في إنزيمات في البكتيريا اللي هي بتسبب التسوس، اللي هي الكومنسلز اللي موجودة في البق دي، زي ستريبتوكوكس ميوتنز. البكتيريا دي اتفقنا ان هي بتعمل لاكتيك اسيد، هو هيبريفنت الاسيد دي كالسيفيكيشن، دي كالسيفيكيشن اللي هو كان مكتوب في الصفحه اللي فاتت، دي مينرالايزيشن اوف توت ستراكشر. يبقى هو لو دي كده البكتيريا، خلاص دي كده البكتيريا، البكتيريا دي فيها انزيمز، الانزيمز دي بتروح على الضرس وتعمل ايه؟ وتاكل الكالسيوم بتاعه، ده اسمه دي مينرالايزيشن او دي كالسيفيكيشن. هو بقى بيمنع القصه دي، يبقى بيشتغل الانزيمات. تاني حاجه ان هو بيساعد بقى الانيمال، بيساعد المينا بتاعت الاسنان. ازاي؟ ان دلوقتي هو بيشرح لي تركيب المينا، هو دلوقتي بيتكلم في السن ذات نفسه. السن ده مكون من حاجه اسمها هيدروكسيابيتيت، الهيدروكسيابيتيت ده كريستالز، الماده دي بتتفاعل مع الفلورايد فتطلع لي مكون جديد، بتشيل الهيدروكسيل جروب كده، والابيتيت ده بيتحد مع ايه؟ مع الفلورايد، فيعمل لي حاجه اسمها فلورابيتيت. فلورابيتيت ده ريزيستنت تو لاكتيك اسيد اتاك، يعني هو نفسه بيتحد مع المينا بتاعه الاسنان ويكون درع، فوق ان هو ايه، بيمنع حركه او الايه الانزيمات بتاعه البكتيريا، كويس. بعد كده هذا ان افكت اون ذا ريمينرالايزيشن، اهو بيجيب ريمينرالايزيشن عكس دي مينرالايزيشن، يعني ايه، بيساعد في ترسيب الكالسيوم في الانمي افتر ايه، الاسيد اتاك اللي هو لاكتيك اسيد بس. بعد كده الادمنستريشن بقى، دي القصه اللي قلناها، يا اما هو هيتاخد عن طريق الفم، يعني الانسان المريض هيبلعه، ولما يبلعه هيمتص ويروح للسيستميك سيركيليشن، يا اما هو يمضمض بيه بس، او نحطه في معجون الاسنان او باودر وهكذا. طيب المرحله الاولى اللي هو سيستميك ادمنستريشن، سيستميك ادمنستريشن ازاي؟ ان هو في ميه
يعني في ميه مصنعه مياه شرب يعني محطوط عليها فلورايد اسمها ووتر فلوريديشن. عمل القصه دي ليه؟ عشان يجبروا الناس ان هم زي مثلا كده ملح الطعام بيحطوا فيه ايودايد. ليه؟ علشان الايودايد ده يعني مفيد لهرمونات معينه في جسم الانسان. فنفس الفكره حطوا على الميه فلورايد خلاص علشان يجبروا الانسان ان هو ياخد الفلورايد في الميه. 1 بارت فلورايد تو a مليون بارت اوف ووتر. يبقى للدرجه دي لازم تركيز الفلورايد يبقى خفيف جدا، ذره واحده من الفلورايد تتحط على مليون ذره ميه. ليه؟ لان هم عارفين ان عنده مضاعفات جانبيه خطيره، وبتاخد كمان في شكل حبوب او قطرات بتتذوب في الميه، صوديوم او كالسيوم سولتس اوف فلورايد. طبعا الجرعه بتتحدد على حسب التركيز الفلورايد، يعني هو مثلا التابلت ده فيه تركيز قد ايه، على اساسه بيتم تحديد الجرعه. في ميه الشرب بيتذوب في ميه الشرب وبتشرب. كمان حطوا للاطفال الصغيرين الفلورايد في الملح في الحل، وكمان بيتحط فيه ملح الطعام. كل ده بيحاولوا ان هم ايه يدخلوا الفلورايد في عناصر اساسيه بتروح لكل الناس، الملح الحليب الصوت والميه. بعد كده بقى لما لقوا ان في مضاعفات جانبيه خطيره قالوا خلاص احنا هنستخدمه بس على الاسنان. فبالتالي بقى في توبيكال ادمنستريشن. توبيكال ادمنستريشن فلورايد سولوشن لو الصوديوم فلورايد تركيز 2% بتحط لمده 3 دقائق، برضو 3 مرات في السنه كلها البني ادم يروح لدكتور الاسنان يحط له الفلورايد ده لمده 3 دقائق. يبقى الدرجه دي ايه بيستخدم بحذر. الستينس فلورايد اند اسيتيليتد فوسفيت فلورايد، دي اسامي ايه كيميائيه للفلورايد. بعد كده الفلورايد فرنيشز، الفرنيش ده اللي هو حاجات بتتحط على السطح، يبقى هو برضه دكتور الاسنان بيحطها على سطح السن بيكون فيها ايه فلورايد. ابلايد مرتين في السنه، مرتين في السنه المريض يروح لدكتور الاسنان يعمل له كده. الصوره الاشيع بقى والاشهر من التوبيكال ادمنستريشن اللي هو بيحطوها في معجون الاسنان، دي الموست كومن ميثود فور توبيكال فلورايد ادمنستريشن. حتى كلنا عارفينها، كلنا عارفين معجون الاسنان فيه فلورايد. 30% ريدكشن اوف دنتال كيس، ليه؟ بيقلل التسوس عن طريق ايه الميكانيزمز اللي عارفينها. وبرده موجود في صوره الرايزنز او اللي هي الماوث ووشز، المضمضه او غسول الفم، بيستخدم مره واحده في الاسبوع. تمام، يبقى الفلورايد ده مهم هنذاكره كويس. في unwanted effects بقى اتكلمنا عليها اللي هو الصوديوم كلورايد should be used carefully، بحذر وعناية شديدة وجرعات قليلة واستخدام مدة زمنية قليلة، ولو هنستخدمه على مدار السنة برضو مرتين ثلاثة بالكثير. ليه؟ عشان هو فيه poisonous substance مسمم acute toxicity وفيه chronic toxicity. acute toxicity يبقى هو واحد خد جرعة عالية مرة واحدة عملته التوكسيستي دي. الكرونيك توكسيستي واحد بياخد جرعات اقل بس على فتره زمنيه طويله، فهو الفلورايد عمال يترسب في جسمه مع مرور الزمن. وجد ان يعني اتوجد تركيز عالي من الفلورايد في جسمه. الاكيوت توكسيستي توكسيك دوز از 2.5 تو 5، يبقى من 2.5 ل 5 جرام من الفلورايد. ال 5 جرام دي طبعا هو الفلورايد ما بيبقاش موجود لوحده، بيبقى مخلوط مع حاجه ثانيه يعني مثلا مع الصوديوم. فال 10 جرام من الصوديوم فلورايد تساوي 5 جرام من الفلورايد لوحده، مفهوم؟ يعني هو الصوديوم فلورايد ده 5 جرام منه صوديوم و5 جرام منه فلورايد. اهي ال 5 جرام دي بقى مسممه، جرعه مسممه لو اتاخدت مره واحده. يظهر ايه على العيان؟ هيظهر سيفير جات ابسيت، يبقى وجع في المعده، واسيدوزز هيعلي قوي حموضه الدم ويوطي ضغط الدم، وممكن يعمل فشل في التنفس. فالعيان ده لازم نعمل له ايه بقى؟ انه بيعمل سيفير جات ابسيت، هو غالبا الاكيوت توكسيستي دي بتتاخد ايه عن طريق الفم، يبقى نعمل له جاستريك لافاج او اللي هو غسيل المعده اهو. ريسبيتوري فيلير، يبقى نحطه على المونيتورز او اللي هي جهاز التنفس الاصطناعي. برضو مكتوب تحت انه ايه سبورتيف تريتمنت. السبورتيف ميجرز مقصود بيها ايه بقى؟ ان بقى بظبط الضغط والتنفس وهكذا. كمان فول جلاس اوف ميلك، ليه بديله حليب؟ لان الحليب قاعدي، يعني هو ماده قاعديه اكتر من هو ايه ماده حماديه. عشان كده الناس اللي بتشتكي بحموضه في المعده او كده انهم بيشربوا حليب كتير، لدرجه ان ممكن الكالسيوم في دمهم يزيد من كتر الحليب اللي بيستخدموه كعلاج للحموضه ده. تمام، عشان كده. وبرده في حاجه، في سبب تاني يعني غير ان هو هيعالج له الحموضه اللي هو حاسس بيها دي. احنا قلنا ايه؟ الدواء بيمتص في الجنرال فارماكولوجي، الدواء بيمتص
في بيئة مشابهة ليه، الفلورايد بيميل أكتر إن هو حامضه، خلاص؟ فلما أدخل ملك يبقى كده البيئة بقت قاعدية، يبقى لن يتم امتصاصه للدم، يبقى الجرعة اللي باقية في المعدة مش هيتم امتصاصها، غير إن هو أصلا إيه الملك هيريح العيان من ناحية الحموضة. طيب، وبنعمل كمان الكالينايزيشن اوف يومن، ليه؟ لأن هو بيمتص في بيئة مشابهة وبيفرز في بيئة إيه؟ لما أعمل الكالينايزيشن اوف يومن يبقى أنا كده إيه؟ منعت امتصاصه، نفس فكرة إن أنا منعت امتصاصه في المعدة يبقى منعت امتصاصه إيه؟ في الكلى. تمام. غير كده بقى، هو الدواء نفسه غير إن إحنا بنمنع امتصاصه، الأدوية بتفرز في بيئة عكس البي اتش بتاعتها، يعني هي بتمتص في بيئه حمضيه يبقى هتفرز في بيئه قاعديه، خلاص. وسبورتيف ميجرز اتفقنا يعني ايه، الاكسجين ونعلي الضغط وكده. في السيفير كيسز بقى بندي ايه، هو مشكله العين ده ايه، مشكلته ان الكالسيوم بتاع دمه اترصد، فالجسم مش عارف يستفيد منه، يعني الفلورايد راح يتفاعل مع الكالسيوم وخلاه بصوره ان هو يترصد، فلازم اديله كالسيوم فري فورم، يعني خلاص كالسيوم يعوض ايه الجرعه اللي هو خدها دي. طيب، فكالسيوم جلوكونيت تو بريسيبتيت اكسس فلورايد، كمان الكالسيوم جلوكونيت ده بيساعد ان هو يرسب الفلورايد الكتير، ويبقى دي حاجه، اول حاجه ان هو بيرسب الفلورايد، تاني حاجه ان هو بيعوض لي بقى الكالسيوم اللي الفلورايد رسبه. كلمه ترسيب فلورايد في الكالسيوم دي مش حاجه حلوه، لان هو منع الكالسيوم ان هو يبقى في الايونايزد فورم اللي هي الفري فورم بتاعته اللي يتحرك فيها وايه والجسم يستفيد منها. يعني احنا قلنا امبارح واحنا بنتكلم عن الحاجات اللي بتأثر في التركيز الكالسيوم، ان الكالسيوم في نسبة منه لازم تبقى ايونايزد، ايونايزد عليها شحنة معينة، الفلورايد لما يجي يتفاعل معاه هيخليه نان ايونايزد وهيرسبه. تمام. بعد كده في كرونيك توكسيسيتي، اتفقنا ان انسان بياخد الفلورايد مدة زمنية طويلة، جرعات بسيطة بس الجرعات البسيطة تتراكم وتعمل ايه، تعمل جرعة مسمنة due to long time intake of high dose of fluoride، تبقى ايه بقى جرعات كبيرة. manifestation dental fluorosis، ده بيعمل تصبغات في الأسنان، خلاص. flex يعني تصبغات بسيطة أو يصبغ الأسنان بالكامل، خلاص. ده إنسان فترة طويلة بياخد high doses of fluoride. ال Kaplan fluorosis ده يعني بيعمل إعاقة في جسم المريض، إعاقة إزاي؟ بيعمل بون اكزوستوزز، اكزوستوزز دي زوائد عظميه، يعني مثلا لو انسان جاله اكزوستوزز زوائد عظميه في مشط القدم او بطن القدم اللي هو في اللي هو الجزء الملامس للارض، فالانسان ده مش هيعرف يمشي، بيسموها الشوكه العظميه، ولو مشي على رجله وحمل على رجله هيحس بألم، خلاص يبقى دي اعاقه. ماسكولوسكليتال تشينج يبقى بيغير فيه في تركيب العضلات بقى والسكلتون اللي هو الهيكل العظمي الاساسي، يعمل كيفوزز اللي هو الانحناء او الاتب، و ليميتيشن اوف موتيليتي برضو، الانسان مش عارف يتحرك ايه، بيأثر على المفاصل، يعني المفاصل دي هي المسؤوله عن ايه مفصل ده ما بين عظمه وعظمه، فلما يحصل فيها كالسيفيكيشن الانسان ما يعرفش يتحرك، ما يعرفش يتني صوابعه او ركبه كويس. خلاص كده خلصنا كلام عن الدنتال كاريز والفلورايد. بعد كده هتكلم في موضوع اسمه دنتال ابريزز، ودي عباره عن باودر كده، بودره بتحطها طبيب الاسنان على السن، فتعمل ايه سكورين اكشن اوف توث براش ميكانيك، يعني هي بتساعد الفرشاه الاسنان ان هي تشيل المواد ايه المتبقيه على سطح السن، تمام. وكمان بتساعد في تنظيف وتبييض بولشن اللي هو صبغ الاسنان، هنا في الحاله دي ايه لون ابيض، وتملا اي فراغات في الاسنان. الاسامي المستحضرات بتاعتها اللي هي البومس والبريسبتيريك كالسيوم كاربونيت، يبقى دي الدنتال الدنتال ابريزرز. تمام. بعد كده في الدنتفرايسز، دنتفرايسز دي اللي هي ايه معجين الاسنان ثيرابيوتيك، يبقى هي بتعالج وكمان بتشتغل از ميكانيك، يبقى هي في نفسها فيها فلورايد، الفلورايد ده هيتفاعل بقى كيميائيا مع السن ذات نفسه ويعالجه، في نفس الوقت هي بتشتغل ميكانيكال، ميكانيكال يعني بتحرك حاجه، بتحرك الحاجات اللي على سطح الاسنان اللي ايه اللي هي بواقي الطعام والجير وهكذا. which are available as either tooth powder
برضو بودرة أسنان زي الدنتال أبريزرز، أو إن هي إيه، معجين للأسنان. ال ingredients يعني المكونات بتاعتها added to ال ingredients اللي ممكن نضيفها يعني لل dentifrices دي، بتشتغل as an appraiser، بيبقى بتكشط أي حاجة على الأسنان وبتملى الفراغات وبتبيض وبتنظف زي ما قلنا إيه فوق كده خلاص. وكمان ديترجنتس يعني منظفات بتنظف وبتدي ريحه كويسه للفم. وانتي سبتكس اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص، انتي سبتكس اللي هي بتقتل البكتيريا. المنتول ده نوع من انواع المنتول اللي هو ايه، نوع من انواع اللي هو بيبقى ليه منت ريحته زي النعناع، والسينامون اللي هو ريحته زي القرفه، وكمان البوريك اسيد. يبقى دي الانتيسبتيك. كمان في الاوبتيودنس. الاوبتيودنس دي عباره عن حاجات بتقلل احساس المريض بالالم. يعني هو دلوقتي راح لطبيب الاسنان والطبيب هيحفر مثلا في اسنانه او هكذا، فبيتحط بتحط الحاجات دي، او بتستخدم مثلا في الطب الشعبي ان هي تقلل الالم. طبعا تم استبدالها دلوقتي بالمخدرات الموضعيه، هي بتدمنش الدنتاين سنسيتيف حساسيه الاسنان to make excavation painless، عشان هي الحفر اللي هو بتاع طبيب الأسنان أو حفر التسوس نفسه يبقى أقل. بعد كده بيقول إن هي موجودة في هاز ديكلاين، استخدامها بدأ يقل علشان بقى في إيه مخدرات موضعية اللي هو الزيروكين، بيوفر إيه يعني خلي الدكتور يحفر من غير قلب. الميكانيزمز ازاي بقى بتشتغل، هي بتشل العصب ذات نفسه، او بتكسر بتدمر العصب تماما، النسيج العصبي، او بترسب بروتينات على العصب، فالعصب ما يوصلوش احساس الالم خلاص. تشتغل على الاعصاب الحسيه. الكامافور ده برضو بيستخدم في الطب الشعبي، والبروتينز اللي هي السيلدر نايتريتس برضو ممكن في ناس بتشتريها من الصيدليه بتحطها على ضروسها لما تكون وجعاها. وفي الألكهول، يعني في ناس بتستخدم الألكهول لأن هو إيه بيدمر الأنسجة. بعد كده في الديمالسنس والبروتكتيف ايجنتس، اللي هي الديمالسنس دي حاجات بتلطف وبتقلل الإحساس بالألم، بتسوث وبتإيه بتروبريكيت. يبقى أورفيزيت ايجنتس مواد فيها نسبة الرجوجة، بتحمي وبتلطف الإيه الميوكوز ميمبرين الموجودة داخل الفم. أمثلة عليها الأكازيا أو الجام. أكازيا ده بيتم استخراجه من الأشجار خلاص. جام، كلمة جام دي يعني بيتم استخراجها من إيه الأشجار، والجليسرين والتراجاكانت خلاص. الجام تراجاكانت برضه جام عشان يستخرج من إيه الأشجار. الأسترنجنت ايجنتس عبارة عن حاجات بترسب بروتينز برضه علشان تعمل بروتكتيف لاير، والبروتكتيف لاير دي تحمي من ايه، من الاحساس بالاريتيشن الالم والالتهاب وكده، وتحمي كمان من ان البكتيريا تخترق الايه الميوكوز ممبرين. طبعا الميوكوز ممبرين ده بروتكتيف لاير، فانا لو حميت الميوكوز ممبرين ان هو البكتيريا تخترق، يبقى انا كده ايه بمنع حدوث عدوى بكتيريه داخل الفم. يعني هي عشان تعمل عدوى بكتيريه لازم تاثر في الميوكوز ممبرين. بيقسموهم لحاجتين، الميتاليك والفيجيتابل. ميتاليك يعني معادن، وفيجيتابل يعني ايه من الخضار. الميتاليك اللي هو الزنك سلفيت والزنك كلورايد، بيستخدم ايه غسول او مضمضه للفم. والسيلفر نيتريت كمان اللي اتكلمنا عليه قبل كده، انتيسبتيك واتكلمنا عليه من شويه، كان بيشتغل زي اوبتيوندنس يعني ايه بيقلل الالم، وكمان ايه السنج. الفيجيتابلز اللي هي التانيك اسيد اللي هو ورق الشاي. يعني في ناس ايه عارفه ان ورق الشاي لو اتحط على الاسنان بيدي ايه بروتكتيف فانكشن، وكان بيقلل الالم وهكذا. فلذلك الناس استفادت من المعلومه دي من الطب الشعبي، عملوا ايه في علم الادويه، عملوا بيها باودر، عملوا باودر مصنع من اوراق الشجر، وكمان بيوقف النزيف. الموميفاين ايجنتس، هو كلمة موميفاين يعني تحنيط. تحنيط معناها ان النسيج يبقى قاسي وناشف كده، يعني يتم استخراج كل الميه ايه من من النسيج. الميه دي هي بتسبب عفن، فلو استخرجنا كل الميه يبقى احنا بنحافظ على النسيج، بس طبعا ساعتها ايه بيكون ميت. يعني هي الميه هي الاساسيه ايه انه يفضل عايش.
يبقى دي عبارة عن astringents، حاجات قابضة الأوعية، كمان antiseptics بتقتل البكتيريا. يبقى حاجات بتستخدم ايه؟ to harden، اللي هي بتخلي النسيج قاسي وناشف. البالب، البالب ده خلاص عرفنا المرة اللي فاتت ان عندنا السنة لو الضرس كده بيبقى جواه نسيج حي، اللي هو قلب السنة، قلب السنة بيبقى نسيج حي خلاص في البالب. وكمان الايه، الجذور بتاعة السنة اللي هي الأجزاء الحية. مهم، مش منطقي ان احنا نستخدمه على السن، الضرس ذات نفسه already hardened and dry، بس احنا بنستخدمه عن ايه؟ على الأنسجة اللي هي فيها حياة كده. طيب ليه بقى؟ يعني ايه الفايدة ان انا اخلي النسيج ده يموت؟ هو النسيج ده اساسا الدكتور الاسنان كان هيشيله. يعني لو هو البني ادم ده عنده periodontal disease، periodontal اللي هو الامراض اللي في العصب بقى ذات نفسه، في جذور السن، وكده كده الدكتور كان هيشيل العصب وما عرفش يشيله، فبيعمل فيه ايه؟ يحط له موميفاين ايجنت. خلاص، when it's not possible to remove the pulp and the contents of the root completely. لو كان عايز يشيلها ما عرفش يشيلها فحنطها. examples ايه؟ liquid formaldehyde والتانيك اسيد اللي هو موجود في الشاي اللي اتكلمنا عنه. بعد كده اتكلم bleaching agents، دي حاجات بتبيض الاسنان، بتبيض الاسنان، بتشيل اي تصبغات عليها. زي الصوديوم ثايوسلفيت اللي هو اسمه الهايبوسلفيت، او حاجات بتضيف بارتيكلز او ذرات اكسجين اللي هي اوكسيدايزن ايجنت زي البيرهيدرول. تركيزه 30% هيدروجين بروكسيد اللي اتكلمنا عليه. احنا كنا بنقول الهيدروجين بروكسيد ده اتكلمنا عليه في الانتيسبتيك، وقلنا ليه وظيفه انتيسبتيك وكمان بليتشن، وكمان بيشتغل از لوكال هيموستاتيك، بيوقف النزيف. فعشان كده بيتكلموا عليه تاني هنا. وكمان كلورينيتد لايم باودر، يبقى دي بودره فيها كلورايد وفيها كمان وفيها كمان ايه، البلوريت البليتشن ايجنت، بتلايبريت كلورين، طلع كلورين، وده بيساعد ان ايه، ان الاسنان يبقى لونها ابيض. الماوث ووشز اللي هي الغرغره او المضمضه او الغسول للفم، their solution used to rinse the mouth. cosmetic mouth washes are formulated to reduce the bad breath. يعني في انواع من الماوث ووشز بيبقى معاها روائح بتساعد في التخلص من الروائح الكريهه بتاعت الفم، بس الماوث ووش اساسا ايه، وظيفته علاجيه، وكمان ليه وظيفه ان هو ايه، بيقتل بكتيريا وهكذا. Mouth washes generally contain four groups of excipients. يعني ايه كلمه excipients في الفارما؟ كلمه excipients يعني حاجات بيتم اضافتها للدواء، للماده الفعاله في الدواء. يعني لو رسمنا كده، دي كده حبايه دواء، حبايه الدواء دي مكونه من حاجتين، الجزء ده الماده الفعاله بقى اللي بتعالج، اللي بتقتل البكتيريا وتعالج وهكذا. الجزء الثاني حاجات مش اساسيه في العلاج، ولكن بتبقى مثلا مكسبات طعم او لون او رائحه تساعد العيان ان هو ايه، ياخد الدواء، او ان هي بتساعد ان الدواء يفضل الكيميكال ستراكشر بتاعه يفضل سليم، تمام؟ يعني بتساعد الانتجريتي او تماسك الدواء، ده معنى كلمه اكسيبيانس. بعد كده بقى هيقول ان الكحول is used as solubilizing agent for some flavoring agents as well as a preservative. يبقى الكحول بيستخدموه ليه؟ لان هو بيحفظ الماده الفعاله بتاعه الدواء، وكمان بيساعد في ذوبانها في الفم او في الميه، وكمان بيدي ايه، بيساعد المواد المكسبه للطعم. يعني في ادويه بيبقى زي مثلا كتافلام بيبقى شوجر كوتد، عليه سكر من بره، هل السكر ده بيعالج او بيساعد الماده الفعاله؟ لا، ولكن مكسب للطعم عشان البني ادم يتقبل ان هو ياكل او ياخد الحبايه دي. وهنا برضو بيتكلم عن السرفاكتنس. السرفاكتنس يعني حاجه بتاثر في التوتر السطحي كده بتاع الخلايا، حاجه في الفيزياء يعني. المهم انها ايه، نون سبيسيفيك سبستنس، بتساعد بقى في ايه، بتساعد برضو في ذوبان الماده الفعاله وبتديها طعم، وكمان بتساعد ان هي تشيل اي بواقي طعام وكده بتفرس. ازاي انها بتعمل فومن اكشن؟ يعني هي بتروح تاثر على التوتر السطحي. التوتر السطحي ده حاجه يعني اي فلويد ليه سيرفيس، اي سطح مائي خلاص او سطح للسوائل، ذرات الماء بتجتمع كده على السطح وتمسك في بعضها جامد، ده اسمه توتر سطحي. السرفاكتن ده بيمنع التوتر السطحي كده، فايه، بيساعد الماده الكيميائيه ان هي تخترق الجدار ده وتعالج. فبالتالي لما بيفرق كده جزيئات الماء بيعمل ايه، رغوه، فومن اكشن. flavors are used to overcome the disagreeable taste، برضو من انواع الاكسبيرينس، مكسبات الطعم ومكسبات ايه، اللون، تمام؟ عشان كده نلاقي فيه مضمضه لونها ازرق واخضر وهكذا.
الانتي بليكس او انتي مينجيفايتس، الجنجيفا اللي هي ايه اللثه الجم، الانتي مينجيفايتس هي بتضاد التهاب اللثه، وانتي بليكس الجير ده اللي هو اللي هو لما الانسان ما يغسلش اسنانه لفترات طويله بيتراكم الماده الجيريه دي على بين اللثه وجذور الاسنان. خلاص طيب بيعرفها ان هي حاجه سوفت، سوفت يعني ايه لو فرش اسنانه هتمشي نون مينرالايز، يبقى هي مش لازقه في العظم، مش ايه مش لازقه في مش لازقه في الكنسر. بمساعده البكتيريا، بكتيريا ديبوسيتس ترسبات بكتيريه ذات فورمز اون تيث، و ايه التيث اللي هي ما تنضفتش بصوره صحيحه، عشان كده التفريش الاسنان بيبقى ليه صوره معينه لانها ما تفرشتش بصوره صحيحه، ايه ده بيرسب البريكس. طيب بتعمل ايه البكتيريا دي؟ هل هي بتعمل بس الحاجات الترسبات دي بس؟ لا، ده كمان بتعمل انفلاميشن، التهاب في اللثه. عشان كده في ناس برغم ان هي بتغسل اسنانها ان بيكون بس اللثه بتاعتها بتبقى حساسه، يعني ايه حساسه؟ يعني حاصل فيها انفلاميشن التهاب بصوره دائمه بسبب ان هما بيسيبوا بواقي جير وبكتيريا على اللثه. اند ريليس كمان اند توكسين، يعني هي البكتيريا كده هتطلع ايه، لو دي كده بكتيريا هتطلع توكسينز جوه البكتيريا وتفضل في الدم، دي اسمها اند توكسين، جوه البكتيريا بداخل البكتيريا وتفضل في الدم، وكمان بتطلع انتيجنز يعني مواد كده غريبه بتطلع من جوه البكتيريا. والحاجات دي بتعمل ايه؟ طبعا بتعمل دامج الاسنان، الجير ده بعد كده بيقلب بتسوس وبياكل السن ذات نفسه. يبقى ده ايه الحاجه المشهوره قوي او الاساس في حصول اللي هي الامراض بتاعه الجذور، البريدونتال ديزيز، الامراض اللي في اعصاب الضرس ذات نفسه، او الكاريز اللي هو ايه تسوس الاسنان اللي هي المرحله اللي قبل التهاب العصبي. طيب ازاي بقى المريض بيتوعى ان هو يكونترول البليك ده؟ اولا ايجنتس اكتن على المايكروفلورا. ايه المايكروفلورا دي؟ المايكروفلورا هي بكتيريا اللي هي كومنسلز اللي موجوده جوه البق، ولكن بتستغل اي حاله ضعف في البق وايه وتعمل ضد الجسم وتعمل تسوس وهكذا. ففي كلوروهكسيدين ده انتي بليك اوف تشويس، يعني ده الاحسن انتي بليك، احسن مضاد للجير، بس في مضاعفات جانبيه ان هو بيعمل شويه المريض يحس بشويه انزعاج كده في اللثه، وكمان بيأثر على التذوق، قلنا بيأثر على ايه بقى اللسان وبراعم التذوق وهكذا، وبيصبغ الاسنان بلون بني واللسان هكذا تمام، وكمان بيأثر على الغده النكفيه اللي هي البارات الجلان. دلوقتي لو دي كده السكال بتاعه الانسان تمام، وده الماندبل، البارات الجلان موجوده قرب الودن كده موجوده هنا، يعني جزء منها بيغطي الفك وجزء منها هنا، فلما ندي حاجه تاثر على الاسنان بتاثر برضو بالتبعيه على ايه؟ على اللسان، وبتاثر على الغده النكفيه اللي هي هنا. وبعد كده يبقى ده الكلوروهكسيدين. في الانتي بايوتكس المضادات الحيويه البنسلين والاريثروميسين، قلنا ان هي دلوقتي ايه مش بتستخدم بكثره لان خلاص حصل ان ايه ايمرجنس، طلعت بكتيريا بتقاوم الاكشن بتاع المضادات دي. فبقى يحط توبيكال تتراسايكلين في هيئه غسول او مضمضه، بتقلل البليك، و بتتحط طبعا في النون براشن بيريد ان كان انهبت ذا ديفلوبمنت اوف الانجيفاكس، يعني المريض ما حط او العيان ما حطهاش وهو بيغسل اسنانه، بتحط توبيكال كده بس ايه بين كل غسله والتانيه. الاكسجينيتن ايجنتس اللي هو الهيدروجين بروكسايد اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا ان هو ايه استرينجنت وانتيسبتيك وبليتشن، وكمان بيستخدم اذا ايه ماترايزن بيقلل بليك، بيقلل التهاب اللثه. والالسرتيف جينجيفايتس، الالسرتيف جينجيفايتس ده قلنا التهاب في اللثه وفي الفم بيبقى معاه تقرحات والم ونزيف. بعد كده الهالوجينز دي اوكسي كلوروزين اللي هو كلورين دايوكسايد، برضه بيستخدم ايه غسول للفم. والبوفيدون ايدين ده مايكروبيسايدال، يبقى ايه بيقتل البكتيريا، مش بس البكتيريا، مايكروبس، خلاص اتفقنا عندنا ثلاث انواع بكتيريا وفيروسات وفنجر، فبيقتلهم. وفي حاجه اسمها مايكرو بكتيريا، كلمه مايكرو معناها فطر، وبكتيريا يعني البكتيريا اللي احنا عارفينها، فدي اورجانيزم او مايكرو اورجانيزم موجوده كده ما بين، يعني بيتم تصنيفها ما بين الفطريات وما بين البكتيريا، كمان بيقتل الفيروسات الموجودة في الفم، ولكن طعمه مش حلو وبيعمل شوية تصبغات الأسنان، بيأثر على اللسان طبعا اللي بيتاخد في البق،
وممكن يعمل idiosyncratic hypersensitivity. idiosyncrasy كلمة خدناها في ال general pharmacology، اللي هو إن لبعض الأشخاص، يعني هي حاجة مش ثابتة في كل العيانين، ولكن باختلاف الجينات بين كل إنسان والتاني ممكن الإنسان ده إيه يديفلوب رياكشنز معينة مش هتحصل في المريض التاني وتحصل فيه هو بس، يزود إيه حساسية الأسنان واللثة. كمان الفلورايدز اللي قلناها اللي بتعالج التسوس دي برضو بتستخدم في علاج إيه الجير والجنجيفايتس، التهاب اللثة. أنتي بكتيريال في هاي كونسنتريشن، كنا بنقول هناك واحنا بنتكلم عن الفلورايد كانت الكلمه دي مكتوبه ان هو لو زودنا التركيز بتاعه هيقتل البكتيريا وهيمنع الانزيمات جوه البكتيريا اللي هي بتعمل لي اللاكتيك اسيد. بعد كده الكوترنري امونيوم كومباوندز زي البنزاثونيوم فلورايد بتشتغل ضد الجرام بوزيتيف. احنا خلاص بقى فهمنا ان البكتيريا دي طيف كبير في سبيكتروم عالي من البكتيريا، في جرام بوزيتيف اللي هي بتستقبل صبغه الجرام، والجرام نيجاتيف اللي هي ما بتستقبلش الصبغه بسبب ان هي عندها السيل وول بتاعها سميك شويه فالصبغه ما بتخترقش السيل وول. الفينوليك كومباوندز دي بتشتغل برضو ضد البكتيريا وضد الالتهابات. تمام، الفينول والمشتقات بتاعته الثيمول ما بيستخدمش بكثره. ليه بقى؟ لان هو طعمه وحش وما بيدوبش كويس مع المية أو مع اللعاب وهكذا، وكمان بيعمل تصبغات في الأسنان وبيعمل حساسية وتسمم. برضو من الحاجات اللي هي بتكنترول البليك، يعني هو العنوان الأساسي بتاعنا ايه Measures Controlling Plaque and Be Classified، الحاجات الآتية اللي اتكلمنا فيه اللي هي من شوية اللي هي حاجات بتشتغل ضد الميكروفلورا اللي هي الفلورا الموجودة في البق، لكن دي حاجات هتوقف الايه البكتيريا الاتاتشمنت، البكتيريا تلزق في جذور السن او في السن. دي اكت ايذر باي اتاكينج ذا بلايك ماتريكس، يعني هي بتاتاك الماتريكس بتاع الجير ذات نفسه، اور الترنينج ذا ايه ذا توث سيرفيس، يعني هي بتيجي على سطح السن وبتمنع اي ترسبات عليه، او ميكانيكال ريموفال بقى في ذا بلايك، ان هو المريض يروح لدكتور الاسنان وعن طريق ادوات معينه هو الدكتور يشيل ايه الجير ده من على السن. يبقى كده ثلاثة هيدلاينز. تمام، دنتال بروتكتور يوزد از، يبقى دي حاجات بتحمي السن، يا اما مواد بيتم تبطين الكافيتيز، يعني بعد ما الدكتور بيحفر السن بيبطن بالمواد دي عشان يمنع التصبغات او الكيميكال اريتيشن اوف اي السن، او الفارنيشز، ودي قلنا حاجات بتغطي السطح، اوفر سينثيتك فيلمز بتتحط على الحشوات عشان تمنع الايه تمنعهم تمنع ان يدخل في سكريشنز بين الحشوه وبين السن until the setting is ايه complete، لحد ما الدكتور يخلص الحشو. وكمان بيساعد في البالب هيلينج، يعني دلوقتي لما بقى فيه تسوس جوه الضرس البالب نفسه بيتاثر ويحصل فيه التهاب اللي هو ايه القلب الكور بتاع الضرس، فلما يجي تسوس كده بيقتل السطح او بيكسر في السطح ويوصل لحد البلب ويعمل التهاب في البلب. البروتكتيف ايجنتس دي بتمنع او بتلطف الالتهاب اللي حصل. امثلتها ايه؟ الزنك اوكسيد والكالسيوم هيدروكسيد. بعد كده في الاسئله اللي تحت دي ممكن نقراها عشان نفتكر المعلومات اللي قلناها.